اهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو لكل البنات اللي بتحب الجيبات، هتشوفي تنسيقات للجيبات باشكال والوان مختلفه. ان شاء الله الفيديو يعجبكم وتستفادوا منه. كمان الجيبات تنفع للتفصيل. لو اول مره بتشوفي قناتي، ما تنسيش الاشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بنزله، وحطوا لايك للفيديو لان في بنات كتير قوي بتنسى اللايك، وشير لكل اصحابكم، واهم حاجه طبعا رايكم في التعليقات لانه يهمني جدا. زي ما انتوا شايفين الستايل اللي معانا لونه زي اللون الكافيه، حلو قوي برضو، وتقدري تلبسي عليها بلوزه مخططه بالاسود والكافيه تكون حلوه جدا. هنيجي كمان للجيبه اللي جايه، هي جيبه باللون الابيض زي ما بنقول كده، بليسي او كسر، وعليها هي لونها ابيض، ولابسه عليها بلوزه منقطه اخضر في ابيض، برضو حلوه جدا. يبقى كده هتاخدوا الفكره كامله، الجيبه وتلبسوا عليها ايه. هنا برضو جيبة اكتر من لون، ابيض في اورنج فاتح وغامق، تقدروا تلبسوا عليها بلوزة باللون الاورنج. وطبعا شايفين الشوز والشنطة والحجاب، برضو تقدروا تاخدوا الفكرة كاملة. هنا معانا اللون الموف، وبصوا الجيبة فيها جيوب من على الجنب، وفيها كده زي برضو رسومات، والقصة بتاعتها تعتبر واسعة، والبلوزة ابيض في درجات الموفات، والحجاب موف غامق. هنا الجيبة دي باللون البني، طبعا انتوا شايفين جاية حلوة قوي، وحزام من على الوسط، ولبس عليها بلوزة باللون الابيض السادة، فشكلها حلو جدا، والجيبة كمان استايلها رائع. هنيجي هنا بقى للناس اللي بتحب الجينز، طبعا الجينز شكلها جديد وحلو قوي، وبرده الجيوب عليها كده زي حاجات خرز كده، مخلي شكلها حلو جدا، والحزام روعه، ولابسه عليها بلوزه ساده ابيض منطق الجيبه جدا. هنا جينز برده، بس طبعا موديل تاني خالص، موديل واسع بحزام من على الوسط وزراير من قدام، دي حلوه جدا. هي لابسه عليها نفس البلوزه تقريبا، او بلوزه قريبه من اللي فاتت، فبرده شيك جدا وفيها جيوب. هنا اللون الاصفر، طبعا دي حلوه قوي بقى للصيف وللربيع، فمخليه الشكل حلو جدا زي ما انتوا شايفين. فيها برده زي قصه كده من تحت، وبرده لابس عليها ابيض ساده. هنا بقى الجراي وفي حزام من على الوسط، ولابس عليها اسود وطرحه لون النبيتي، فمخلي شكلها حلو جدا. والجيبه كمان حلوه قوي، مديه فيها اضاءه كده بسيطه بالقماش، حلو قوي. هنا بقى الجري، بس طبعا ستايل تاني خالص وقصة تانية، بالرغم ان الحزام من على الوسط، لكن هنا الحزام بتاع الجيبة نفسه قماشة الجيبة، فمخلي الشكل حلو، وبرده لابس عليها شميز او بلوزة باللون الابيض. هنا برضو الجيبة اللي هي فيها اكتر من زي كسرة كده او بليسي زي ما بنقول، لونها زي بيج فاتح، ولابسة عليها بني وبلوزة من تحت او تيشيرت ابيض، مخلي الشكل طبعا روعة. هنا عندنا بقى الاكتر من لون، طبعا دي جميله جدا، بصوا حلوه، حتى الوسط شكله حلو قوي، ولابسه عليها هي بلوزه صغيره باللون الابيض، دي الجيبات اللي تنفع تلبسوا عليها الستايل البلوزات ده. هنا اللون اللبني، تعتبر البلوزه زي ما تكون كده هاي وست، برضو الوسط بتاعها عالي، وبالتالي بتخلي شكل الجسم احلى، وهي مدخله الشميز جواها باللون الابيض، طبعا حلو قوي ورقيقه جدا. هنا بقى معانا اللون الروز الحلو جدا، الجيبات دي بتبقى طبقتين، طبقة شيفون وطبقة من تحت فيها بطانة، وبتتلبس طبعا حلوة جدا على الجنسات، يعني البروروز جنس بيبقى رائع فيها. هنا معانا برضو البليسيه تاني اللي هي اللون الزيتوني، طبعا رائع، وهي لابسة عليه زي تونيك طويل زيتوني، وتيشيرت ابيض من تحت، والشنطة بيضة، طبعا مخلي الشكل رائع. هنا معانا اللون الموف الغامق جدا، برضو لابسة عليها بلوزة بلون الابيض، وكمان في من تحت كده في الجيبة خالص زي ما احنا شايفين في دانتيل، فمخلي الشكل حلو قوي قوي. معانا هنا برضو جيبة بليسيه الاخضر، برضو نفس الحكاية، لابسة عليها شميز طويل بقى بالابيض، وتيشيرت جواه باللون الابيض، وشنطة صغيرة بالابيض، الابيض طبعا بيبين الشكل جامد جدا. هنا الجيبة اللي معانا دي اكتر من قصة كده، تحسوها متدرجة، هي نقط سواء ابيض او بني، فمخلي الشكل حلو قوي قوي، بصوا شكلها جميل ازاي. هنا بقى معانا جيبة ناعمة جدا اللي هي درجات البني مع الاسود،
طبعا دي ربيعي وصيفي جدا، فشكلها حلو برضو، تلبسه عليها تيشيرت او بلوزة باللون الاسود تكون حلوة قوي. هنا معانا اللون الجري، احنا شفنا موديلين بالجري، لكن ده موديل برضو جديد خالص، الموديل الواسع وبرضو حزام من على الوسط، وهي لابسه عليه تيشيرت ابيض. طبعا المحجبه تقدر تلبس عليه بلوزه كامله بيضه وكوتشي ابيض، حلو جدا. هنا اللون برضو الزيتوني، برضو لابسه عليها البلوزه الابيض وكمان حجاب باللون الزيتوني. طبعا الابيض لاحظنا ان هو البلوزات البيضه مشتركه في حاجات كتير، فكلها احلى من بعض. هنا بقى معانا اللون الموف، درجات الموف كده، هي منقط موف اسود، فمدي الضي ده او الشكل ده، وحزام من على الوسط، ولابسه عليه درجه من درجات الموف الفاتح جدا، والحجاب برضو. هنا برضو الجيبه اللي احنا قلنا عليها طبقتين، هنا طبقه خفيفه جدا من فوق هي باللون البني، والطبقه اللي تحت السميكه، ولابسه عليها بروز جينز، زي ما قلت لكم بينفع عليها قوي الجينز القصير ده، بيبقى جميل. هنا برضو جيبة من الجيبات الواسعة، هي لونها كده زي ما نقول درجة من درجات الكافيه الفاتح قوي، وهي لابسة عليها شميز جينز مدخلاه من جوه، مخلي شكلها رائع. هنا اللون الزيتوني، طبعا حلوة قوي 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 الجيبة دي، بصوا ستايلها عامل ازاي، وكمان حزام من على الوسط، ولابسة عليها شميز مدخلاه من جوه باللون الأبيض. طبعا تقدروا تاخدوا سكرين شوت من اي موديل عجبكم وتعملوا زيه بالظبط. هنا اللون الاسود، طبعا جميله جدا، وبصوا الوسط عامل ازاي، وزراير من قدام، ولابسه عليه شميز باللون اللبني الفاتح، والحجاب بقى اكتر من لون، اللبني مع البني. هنا اللون الجيبه سودا، وتحتها بطانه اسود غامق، وعليها البرورو جينز، طبعا حلو قوي برضو الستايل. الجيبات ده زي ما قلنا نفس اللي فات، برضو ينفع عليه اي حاجة قصيرة او صغيرة. هنا الابيض، جيبة كده زي لون الاوف وايت او الابيض، وهي لابسة عليها بلوزة حلوة قوي بلون البني، طبعا دي عشان واسعة، برضو تحتها بطانة، ينفع ان انتوا تدخلوا فيها الشميز او البلوزة تبقى حلوة. هنا بقى برضو ستايل الجيبات الصك بتاعت زمان كده، الحلوة جدا، تنفع قوي المناسبات، وعليها برضو البلوزة دي، تنفع لو مناسبة بسيطة عندك، كتب كتاب، حاجة في بيت، هتبقى حلوة جدا. هنا الجيبة المشجرة الأكتر من لون، برضو دي نفس الحكاية، تنفع لو مناسبة صغيرة أو مناسبة عائلية، وكمان الحجاب لون الكشمير أو الكافيه كده، والبلوزة وتلبسه عليها كعب عالي. هنا الجيبة باللون الزيتوني، نازلة ضيقة على واسع شوية، ولابسة عليها بلوزة باللون الأبيض، طبعا حلوة جدا جدا، والقصة الجيبة بصراحة حلوة قوي. هنيجي للون اللي جاي، هو اللون الأسود. بصوا بقى التفاصيل اللي في الجيبة دي، أول حاجة ليها الحزام الأبيض بتاعها، فيها كمان زي لولي كده محطوط من تحت باللون الأبيض، مخلي شكلها حلو جدا، وهي لابسة عليها شميز أبيض وطرحة بيضة وطرحة سودة. هنا برضو عندنا بقى الموديل بتاع الجيبة ده رائع، هي زي كده ما نقول دانتيل شوية، وتحتها بطانة باللون الروز الجميل الهادي، وعليها حزام بني وشميز جينز لابستان، خلي الشكل حلو. هنا برضو الجيب البليسيه اللون الكافيه، لابسة عليها زي جاكيت بالأوف وايت، وتيشيرت تحتيه أبيض، وشنطة تنفع طبعا سهرة. هنا اللون الأزرق الحلو قوي، الدرجة دي جميلة، ولابسة عليها طبعا بلوزة ميكس كده أبيض في أزرق، مخلي الشكل رائع، هي واسعة، فعشان كده لابس تقدر تلبسي عليها بلوزة قصيرة أو تدخلي البلوزة من جوه. هنا الجيبة دي بقى اللي هي الواسعة خالص، الأبيض في أسود، ولابسة عليها هي بودي أسود، وكمان فيها أطار شايفينه من تحت يا بنات كده باللون الأحمر، مدي شكل رائع قوي. هنا بقى عندنا دي برضو تنفع لو مناسبة بسيطة او عائليه او كاتب كتاب براحه، كاتب كتاب ينفع برضو. هنا الجيبه اوف وايت، فيها اكتر من ورود، والشميز بالاحمر او بلوزه حمراء، وحلوه قوي. هنا برضو الجيبه اللي هي الورود اكتر من لون، الاساس اصلا كحلي غامق او اسود، والورود بالاورنج واللبن الفاتح، ولابسه عليها شميز اللون استيمون، والحجاب اسود، طبعا حلو قوي. هنا بقى اللون النبيتي في الابيض، الجيبه نبيتي في ابيض، وفيها اطار من الوسط كده بالنبيتي الغامق،
ولابسه عليها شميز باللون الابيض، فطبعا الناس اللي بتحب الجيب يبقى كده في افكار كتير جدا ليكو والوان كتير متعدده. هنا برضو الجيبه دي حلوه قوي، واسعه جدا وكمان جيوب، فمخليه شكلها حلو، وكمان الحزام البني ولابسه عليها كده الشميز ده لونه زي ذهبي فاتح جدا. هنا بقى كاروهات البني، درجات البني مع الاخضر الغامق مع البيج مع الاورنج الغامق، حلوة قوي ومخليه شكلها رائع رائع رائع. كده يا بنات خلصنا تشكيلة من الجيبات، تنفع طبعا لكل البنات المحجبة وغير المحجبة، وكمان حلوة قوي للعيد. يا رب الفيديو يكون عجبكم، متنسوش اللايك والشير واشتراك في القناة، ورأيكم طبعا في التعليقات، ومع السلامة.